كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. تتساقط بين الحين والآخر نيازك في مناطق جنوبية بالمغرب، مما دفع متحفا جامعيا في مدينة أغادير إلى التخصص في جمع النيازك وتقييمها علميا وعرضها للزائرين على أمل وقف تهريبها خارج المملكة. وشهدت السنوات الأخيرة سقوط نيازك كثيرة من الفضاء في الصحاري المغربية في ظاهرة حظيت باهتمام باحثين في جامعات ومتاحف، كما كانت محط تقارير إعلامية مغربية وعالمية، ومن أشهرها نيازك تيسنت الذي سقط صيف 2011 بإقليم طاطا جنوب شرق البلاد، والذي يقول مهتمون إنه ينتمي إلى كوكب المريخ. والحفاظ على هذا الموروث العلمي والجيولوجي من النيازك وتقريبه من الباحثين والطلبة، تم تأسيس المتحف الجامعي للنيازك بجامعة ابن زهر الحكومية في أغادير في فبراير شباط 2016، ويشرف عليه رئيس مختبر البلورات في كلية العلوم بالجامعة ذاتها عبد الرحمن إبهي المتخصص في علم النيازك. وشيد المتحف على مساحة 180 متر مربع، ويضم قاعتين إحداهما خاصة بالعروض المرئية للأفلام الوثائقية ومواد بصرية خاصة بعلوم النيازك، في حين تضم القاعة الثانية وجهات خاصة بعرض مختلف أنواع النيازك مرفقة بمعلومات تفصيلية عنها. وتحتوي واجهات أخرى على معلومات عن كيفية البحث عن النيازك والأدوات المستعملة في ذلك، إضافة إلى إحصاءات ومعلومات عن مواقع تساقط نيازك في المغرب وغيرها من المعطيات. ويقول إبهي في تصريح لوكالة أناضول إن المتحف الجامعي للنيازك في أغادير يعد أول متحف من نوعه في العالم العربي وإفريقيا، ويضم أكثر من 150 نيزكا من المغرب ودول عربية وأوروبية. وأكد أن إنشاء المتحف يهدف من وقف ضياع النيازك المغربية وتهريبها غير القانوني إلى خارج البلاد، حيث تباع في الأسواق العالمية بأثمنة باهظة من أجل إتاحتها أيضا للطلبة والمهتمين. وقال إن أحدث قطعة وصلت إلى المتحف هي من نيزك تشيليا بينسك التي سقط في روسيا قبل 5 سنوات، مشيرا إلى أن المتحف يضم عدة واجهات تعرض حاليا نيازك قمرية ونيزكين من المريخ، أحدهما هو نيزك تيسنت الشهير حسب وصفه. ويزور المتحف شخصيات مغربية وأجنبية وعلماء وطلبة جامعات من داخل المغرب وخارجها، وتجمعه اتفاقيات تعاون مع جامعات ومؤسسات علمية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وعادة يتكون النيزك حسب المختصين من حطام الصخور، وقد يكون في حجم حبيبات الرمل الصغيرة أو في حجم صخرة كبيرة. ويسمى النيزك باسم الشهاب عند دخوله الغلاف الجوي لكوكب الأرض، أما إذا وصل إلى سطح الأرض فيعرف في هذه الحالة باسم الحجر النيزكي. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. انضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.